ضيفنا الحلقة اليوم سميتو الحسن وكنيتو الزينون من مواليد سنة 1944 وهو من الكوريغرافيين الكبار. الحسن زينون حصل على أول جائزة في الرقص من المعهد البلدي بالدار البيضاء سنة 1964، ومن اللي استطاع النجم ديالو اشتغل مع كبار الكوريغرافيين. في سنة 1978 أسس زينون مع الزوجة ديالو مدرسة للرقص وفرقة باليه مسرح زينون، واللي تخرج منها عدة راقصين منها الأبناء ديالو. من بعد ما نال الحسن زينون شهرة عالمية قدم عروضه في المغرب وفي العالم العربي، وساهم في تصميم الرقصات لعدد من الأعمال السينمائية، منها الإغراء الأخير للسيد المسيح لمارتن سكورسيزي، وشايف في الصحراء لبرناردو بيرتولوتشي، وظل فرعون لسهيل بن بركة. في سنة 1991 دار الإخراج لشريط قصير حالة هدايان، ودار ثلاثة أفلام قصيرة: الصمت سنة 2001، البيانو في 2002، وعطرة في 2003، واللي حاز على عدة جوائز. وهو اليوم معنا في برنامج مساء النور يا مغرب الحصول ما عندي ما نقول الحسن زينون، مرحبا بي. سي الحسن، فعلى أكيد أنه مسار فيه إصرار، فيه متابرة، فيه الإيمان بواحد المسألة اللي انت قلتي أنا غندير الرقص في واحد المجتمع اللي كان محافظ.